العلام، نعود الى مسك الختام، نعود الى معجزة المصطفى سيد الانام، ومع فضيلة القارئ الهمام الذي يتلو بكل احكام من ايات الكتاب الذي انزله ربنا لامة الاسلام ليعملون به مفرقين بين الحلال والحرام، فمن عمل به على الدوام كان من الفائزين يوم الزحام، وجعل الله له في الجنة منزلة ومقام. هيا بنا ايها الكرام لنستمع الى عالم الاعلام القارئ بالاحكام المنظم في الانغام فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح الطارق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أولئك هم الفاسقون.
لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم. الملك القدوس السلام
سبحان الله عما يشركون
والله الخالق البارئ المصور. له الأسماء الحسنى والله الخالق البارئ المصور. يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له والأرض وهو العزيز الحكيم. حلويات كبير قراء مصر دور الطروق والله انت مبلد عند على اولاد عباس. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. you
بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ألم يجدك يتيما فآوى، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما وللآخرة خير لك من الأولى. So
ألم يجدك يتيما ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما ألم يجدك يتيما فآوى ألم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك والله أكبر لله الحمد لا إله الحمد
ووضعت عنك وزرك ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم
إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله اللهم ارحمنا بالقرآن وأكرمنا بالقرآن واحفظنا بالقرآن واسترنا بالقرآن واشفنا بالقرآن وعافنا بالقرآن وداوينا بالقرآن وحصنا بالقرآن وشرفنا بالقرآن وتوجنا بالقرآن ونورنا بالقرآن وجملنا بالقرآن وأدبنا بالقرآن وخلقنا بالقرآن وانفعنا ورفعنا بالقرآن اللهم ارحم أمواتنا بالقرآن يمن كتابهم بالقرآن يسر حسابهم بالقرآن وسع مدخلهم بالقرآن لقنهم حجتهم بالقرآن جاف الأرض عن جنوبهم بالقرآن ثبتهم عند السؤال ببركة القرآن آنسهم في وحدتهم بنور القرآن أدخلهم الجنة بشفاعة القرآن يا حنان يا منان يا ذا الطول والإنعام يا ذا الجود والإحسان اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا حولنا شقيا ولا محروما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم
الآن واختم لنا بالقرآن واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. دعوناك ربنا كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا من قلت دعوني أستجب لكم ويا من قلت لرسولك الكريم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. شيخنا الدكتور عبد الفتاح الطاروطي أسمعنا وأمتعنا وأسعدنا وأشبعنا وأجدانا بما تلا من آيات الله البينات من سورة الحشر وقصار الشور. نشكر إلى فضيلته وإلى حضراتكم جميعا باسم آل عباس الأكرمين الحاج عادل محمود عباس والحاج أشرف محمود عباس والحاج عباس محمود عباس صاحب الواجب بين كل الناس. شاكرا باسم أبناء الراحلة الكريمة الحاج شاكر سامي عباس والاستاذ احمد سامي عباس. عمي يعني لازم توجعني هتوجعني في الارض ايدي. شاكرا باسم الحاج بشير النمكي لكل من شرف بالعزاء فراشتنا الكبرى الاولاد الحاج السند عبد المجيد بقرية اولاد وافي هندستنا الاذاعية حاج محمد الخولي واولاده بالعوزدة. شاكرا لمقدم الضيافة الفندقية الكابتن عطية الدولي وعمدة مصور الحفلات القرآنية المخرج ناصر صلاح والمصور صلاح ناصر السيد المستشار احمد بيخ دياب. شاكرين قدومك لنا تلك الاعتاب استاذ محمد مغاور الزهار رحم الله والده السيد العميد ماجد بيك العزازي عميد جامعة الإسماعيلية الحاج بشير الهادي رجال الأعمال والحاج علاء حسنين مولانا الشيخ الدكتور زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف فضيلة الشيخ محمد مراعي وكيل المشيخ العام للطرق الصوفية الشيخ خليل صبري. شاكر الحاج سعد ابو صيام وللقارئ الشيخ محمد ايمن عبد العزيز. ايها السادة كان معكم من اسرة المذيعين مصطفى عبد الوهاب كبير الاعلاميين بالجمهورية. شكر الله لكم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.